اول حاجه هتكلم عليها النهارده في الغازات وهو نظام الاطفاء الاف ام 200 والنور. بكرر اعتذاري لاي حد بيظن ان احنا بنتكلم وقت كتير وبنرد كتير. فعلا احنا ممكن نكون بنتكلم بالنسبه للي عنده خبره الكلام ده هو متمرس عليه، لكن نرجع بذكر نفسي ان عنوان الكورس هو الكورس الاونلاين للمبتدئين، يعني اي حد حابب يبدا في المجال. فالكلام ده مهم جدا لان قليل قوي اللي هيكون عنده الوقت، سواء انا او انت. ممكن تكون انت عند ربنا احسن مني وعندك معلومات كتيره جدا، بس مش موفق او ما عندكش طريق ان انت تنشر المعلومه دي. فاحنا النهارده كنايه عن اي مهندس او بيسموها ايه في اللي هو نيابة عن الآخرين، يعني بننشر المعلومة دي. ربما البعض عنده المعلومة لكن ما عندوش الوقت إن هو ينشرها، أو الظروف ما سمحتش إن هو ينشرها. فمعلش استحملونا في كثرة التعريف أو في عملية في واحد من الناس بيقول لي أنا بقعد أجري كده الكلام اللي أنت بتقوله، لأنه هو في الآخر عنده مثلا خبرة 5 سنين، فهو مش جاي يسمع كلام السوق، هو جاي يبص على معادلة، جاي يبص على معادله يحسبها، او جاي يبص على قانون يعوض فيه، او على مرجع علمي يبقى عارفه، بس هو ده اللي جاي عشانه في المحاضره. فدول ليهم، يعني انا ما بشتغلش عشانهم، لكن احنا قلنا ان الكورس هيغطي ان شاء الله المبتدئ والممارس ودرجه المحترفين او الناس اللي هي بتتكلم ايه، بتتكلم بلغه عاليه او بقى لها في السوق وشغاله ديزاينر بشكل كبير. هنرتب لهم الافكار بس مع بعض، خلاص؟ تمام؟ طيب الاف ام والنوبك، تعالى اما ادي لك تقسيمه صغيره كده، او هدي لك حاجه لطيفه هتعرف منها ازاي تشرح ميكانيك، تشرح غازات سيستم. يبقى احنا قلنا انا في دوري في موقفي بوديه لطريق ان انت تعمل ماركتنج للغازات لاي جهه انت رايح تقدم لها، سواء كان استشاري او شركه مقاولات، على اعتبار ان انت فيندور. الطريقه الثانيه يا باشمهندس، انت هتقول له ان اي نظام اوتوماتيك جاس اوبريشن سيستم بيتكون من التالي، بيتكون من ميكانيكال بارت وبيتكون من ديتكشن بارت ده عشان الناس ما تفهموش اسمه الكتريكال بارتس. يبقى احنا عندنا ايه يا شباب؟ عندنا ايه هنا؟ عندنا ميكانيكال والكتريكال او متسميه ديتكشن. يبقى التقسيمه كالتالي، انا عندي ميكانيكال وعندي الكتريكال. تعال نشوف الميكانيكال ايه والالكتريكال ايه، خلاص؟ تعال اول حاجه خالص هي مين؟ سلندر، الاسطوانات، بعد كده في البايبس. ما تيجي نقولها مع بعض، حسب فهمك للميه. هو انا مش عندي كان في مصدر لتخزين الميه، المصدر ده كان يمثل هناك في الميه ايه؟ التانك. طب هنا بالنسبه لي مين؟ الاسطوانه، تمام؟ اللي بعد دعوه انا قابلت الدعوات كلها يا باشمهندس والله. الناس دي تاني الاسطوانه تمثل بالنسبه لك هناك ايه؟ تمثل بالنسبه لك المضخه والتانك. ليه؟ لان الاسطوانات في نظام الاطفاء بالغازات مضغوطه بريشرايزد، فهي طالما بريشرايزد وتحتوي على الماده الفعاله فهي تمثل في بند الاطفاء بالميه التانك مع الخزان المضخه اللي هو السلندر. طيب عشان اخرج الميه واوديها للسيستم كنت بحط ايه؟ بايبس وفيتنج. ما هنا نفس الكلام، الغاز عشان يخرج محتاج ان يكون في عنده ايه؟ بايبس وايه؟ وفيتنج. وفي عندي هنا برضو حاجه اسمها فالفز وهوز. هناك برضو كان في زون كنترول فالف، هنا برضو عندنا محابس موجوده بتركب على الشبكه هنشوفها دلوقتي. يبقى سلندر وبايبس وفيتنج وهوز وفالفز، ايه كمان؟ هناك كان في مخارج بيخرج منها الميه، هنا برضو عندنا ما يسمى بالايه؟
بالنوزل المخارج. كان برضو في الحريق وموجود في NFPA 13 الهانجر والسبورت. وهنا برضو عندنا برضو ما يسمى بالايه؟ بالهانجر والسبورت. هضيف بس حاجة هنا صغيرة هسميها معاك ميكانيكال سولونويد فالف. ميكانيكال ايه؟ سولونويد فالف. وهنعرف فايدته ايه دلوقتي. يبقى دي مكونات مين؟ نظام الاطفاء بالاف ام 200 الميكانيكيه. تمام؟ الميكانيكيه. تعال نشوف الايه؟ الكهربائيه. ديتكشن سيستم اول حاجه هتلاقيها موجوده فيه، اول حاجه هتلاقيها موجوده فيه ما يسمى ريليز فالف او اكستنجيوشن بانل. يعني ايه؟ لوحه تفريغ، وهتكلم عليها دلوقتي معاكم. رقم اثنين، في عندك طالما قلنا ديتكشن سيستم يبقى فيه ديتكتورز. ديتكتورز الديتكتورز دي يا اما تكون سموك يا اما تكون هيت. سموك او هيت. في برضه حاجه من مكونات السيستمز دي هتلاقيها ما تسمى بالالارم بيل. وبعد كده في الابورت سويتش والمانيوال ريليز، وفي حاجه اسمها الاستروب، وفي حاجه ثالثه اسمها الكيبل بلس الاي اي ام تي بايبس زائد بوكس زائد اكسسوارز. هكلمك على الكلام ده كله وتشوفه فيديو، يعني محدش يقلق ولا يتخيل ولا يقول هو بيقول ايه. الكلام ده كله موجود فيديو متصور من الواقع هوريه لك دلوقتي. تاني بس انا عايز اراجع معاك المسميات. والله يا هندسه انا قابلت الناس، والله مفيش حد ويتنج خالص، مفيش الا واحد اسمه محمد كمال عمال ادوس عليه ويتنج واقبله ما بيدخلش. فمفيش حد يا جماعه، ماشي؟ خلاص؟ يبقى المكونات دي كده هي المكونات الرئيسيه. خلي بالك في حاجه اسمها اكسسوارات ومكونات فرعيه واوبشنال، في حاجات مكونات رئيسيه. اللي موجود ده كله اسمه مكونات ايه؟ بيزكس. لاي نظام اطفاء بالغازات اوتوماتيك، لاي نظام CO2 FM نوفيك، كل ده شغال بالايه؟ باللي انا بحكي فيه ده. تمام يا شباب؟ طيب ده ايه بقى وده ايه؟ ده عباره عن ميكانيكال بارتس وده عباره عن ديتكشن بارتس. الفكره كلها ان ازاي نعمل حاجه اسمها انتجريشن. واسمع المصطلحات مني عشان تتكلم عليها صح. يبقى احنا بنعمل حاجه اسمها انتجريتد بتوين الميكانيكال والالكتريكال. الانتجريتد ده بيتم عشان في الاخر يطلع لي حاجه اسمها ريليز للغاز او اخراج الغاز منين؟ من الاسطوانات. خلاص؟ تمام كده يا شباب؟ طيب ركز بقى معايا عشان افتح الشير دلوقتي. افتح الشير. ونركز مع بعض في اللي هيتقال دلوقتي. انت عندك بالنسبة للداتا اللي معاكم هتلاقي في عندك المحاضرات الستة والسبعة. تمام؟ تلاقي في عندك حاجة اسمها
الكلام كله مكتوب؟ اه مكتوب، الكلام كله مكتوب ان شاء الله. هتلاقي في عندك حاجه اسمها ال FM200 سيستم، او خلينا نفتح السيوتو، هنفتح السيوتو الاول. بص كده الفيديو ده، يا شباب الفيديو واضح قدامكم؟ تمام. في صوت خارج جاي من بره ولا حاجه؟ انا عامل ميوت لكل الناس. طيب دلوقتي الوضع قدامنا دلوقتي ده هتشوفه معايا. بص كده ركز معايا عشان الناس كلها تبقى عندها، تبقى عارفه الشكل ماشي ازاي. خلاص اهو امشي تاني هجيبه هنا. خلاص يا باشمهندسين ركزوا في الفيديو، اللي فاتح كاميرا خليه فاتح لغايه لما اخلص وانا هقفلها من عندي، بس ركز في الفيديو معايا. اللي قدامنا دلوقتي ده دي عباره عن اسطوانات CO2، دي اسطوانات CO2 خلاص؟ ودي المكونات اللي احنا اتكلمنا عليها ميكانيكيا، اول حاجه الاسطوانه خلاص؟ دي الاسطوانه، ودي الهوز، ودي الهيدر او المانيفولد، وده البايبس، ودي السبورت، وجوه دلوقتي هيبان معانا الايه؟ هيبان معانا ال هيبان معانا النوزل تمام؟ ركز معايا. وده الجزء الكهربي بقى، ادي الميكانيك، ادي الالكتريكال بانل او الريليس بانل، وفي ما يسمى بالابورت سويتش. والمانوال ريليس، المانوال ريليز اللي هو باللون الاصفر ده اسمه المانوال ريليز تمام، وده الايه؟ الابورت سويتش. الوضع قدامنا دلوقتي ده او الوضع في الصوره ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن اللي هنا موجود ده كده. خلينا نقفل ال انت شكله فيه كله معايا يا شباب؟ صورة واضحة للكل كده؟ طيب اللي قدامنا دلوقتي ده حاجة اسمها الإلكتريكال سولونويد فالف، اسمه إيه يا باشمهندسين؟ إلكتريكال سولونويد فالف. يبقى عشان نلم بس الموضوع بسرعة، أنا عندي ميكانيكال بارت وعندي إلكتريكال بارت. الميكانيكال بارت عبارة عن أسطوانات وهوز وبايبس وسولونويد فالف و هانجر وسبورت، وبيسموها السلندر هيد، كل ده موجود قدامنا. اما الالكتريكال، الالكتريكال عباره عن لوحه موجود فيها او متوصل عليها ابورت سويتش ومانوال ريليز وسترو جرس وسرينا وديتكتورز تمام. السولويد برضه الكهربي ده هو ده الخلاصه في الموضوع، او هو ده اللي بيسموه الانتجريتد بارت between الميكانيكال اند الكتريكال. يبقى السولويد فالف الموجود هنا ده بيتم توصيله بلوحه الكنترول بحيث انه يطلع منه امبير وفولت، يطلع فيه الغاز ويخرج منه. هوريك شكله لما بنفكه، بس هو راكب دلوقتي على الاسطوانه خلاص. بالظبط كده هندسه. بص كده، بص جوه بقى هنا.
ادي الديتكتورز تمام، ادي الديتكتورز سواء سموك او هيت، وادي النوزل اللي احنا قلنا عليها، وادي البايبس، وادي الاي ام تي بايبس، الاي ام تي بايبس تمام. يبقى انت عندك كده الحاجات دي واضحه قدامك اهي، الديتكتورز والنوزل والبايب والهاندل والسبورت والاي ام تي بايبس، هبان برضو معانا دلوقتي. هتلاقي في عندك حاجه اسمها البوكس، البوكسات اللي احنا بنركب عليها المواسير ومجمع عليها، جنكشن بوكس او اللي هي دي، شايف جنكشن بوكس اللي راكبه دي، خلاص كده كده يا باشمهندسين. كده انت شفت معايا المكونات الميكانيكيه. تعال بوريك واحده ثانيه او صوره ثانيه عشان بس نقول الفرق بينهم عامل ازاي. دي عباره بقى عن مجموعه اسطوانات، دي عباره عن مجموعه اسطوانات خلاص. جهاز فني شايفين الاسطوانه دي كده، الاسطوانه دي اسمها بايلوت سلندر، اسمها ايه؟ بايلوت سلندر، ودي اسطوانه من نيتروجين، ودي اسطوانه من النيتروجين تمام. اسطوانه النيتروجين دي مسؤوله عن تفريغ الغاز بيخرج منها الاول اسطوانه، وبتبدا عمليه التفريغ دي بيسموها الماستر. البايلوت سلندر دي بتوزع على الاسطوانات. ايه الفرق بين الكلام ده واللي احنا شفناه في الفيديو اللي فات؟ الفيديو اللي فات كان فيه عباره عن حاجه اسمها الماستر سلندر والسليف سلندر. الماستر يعني الرئيسي، والسليف اللي هو الايه؟ الفرع. انا كل اللي انا عايزك تفهمه من المنظومه اللي انا عمال اوريها لك دلوقتي او بنشوفها في الفيديو، انك تبقى شايف قد ايه ان في عندك نظام الاطفاء بالغازات سواء CO2 او FM200 او نوبت. كل اللي انا بحكي فيه ده كله موجود في هذه الانظمه. يعني في عندي بايبس وسلندر وفالز وسبورت، كل الكلام ده تمام. مشكله عندك يا مهندس محمود، احنا عاملين سكرين شير بالفعل. فكده دلوقتي لو جينا نبص نرجع تاني كده نقفل ده واشغل تاني الفيديو ده، وعايزك تركز في الفيديو ده كويس قوي. دي اللوحة، ركز بقى هنا. اقف هنا كده، كله شايف؟ كله شايف كده يا شباب؟ تمام. اللي موجود قدامنا ده كده اسمه سولونويد بلب، سولونويد بلب كهربي، سولونويد بلب ايه؟ كهربي. اللي انا عايز اعمل، عايز اوصله ليك المعلومه دي، ان انا في عندي سولونويد بلب تاني ميكانيكي. يعني فكره عمله بتعتمد على الضغوط، فكره عمله تعتمد على الضغوط. طب بتعتمد ازاي بقى؟ قال لك الاسطوانه الرئيسيه اللي انت شايفها دلوقتي دي بتسمى الماستر سلندر. تسمى ايه؟ الماستر سلندر. والماستر سلندر اللي واضحه قدامنا دلوقتي دي بتوصل عليها، بتوصل عليها هنا زي ما انت شايف من خرطوم الفرع ده، الهوز الجانبي ده كده، بص بص عليه. وبيعمل ايه؟ بيروح للاسطوانه الثانيه صح؟
شايفين كده اللي بيحصل؟ انت في عندك هوز رئيسي متوصل على المانيفولد او بيسموه الدستشارج هيدر، وعندك فرعي متوصل على اللوحة الثانية. يعني شايف دي من السلندر ده؟ المشكلة عندك هندسة، انا مكبر بسرعة على الاخر، المشكلة عندك كده. دلوقتي الفرع الخرطوم ده متوصل على الاسطوانة دي، متوصل على ايه؟ على الاسطوانة دي. يا جماعة بس عشان ما بقاش انا اللي بتكلم، الصورة واضحة ولا مش واضحة؟ بس جزاكم الله خير. يبقى المشكلة عند المهندس، يطلع ويخرج تاني او يشوف حل عنده المشكلة دي. فانا دلوقتي الهوز اللي عندي ده متوصل من الاسطوانة دي ورايح على الاسطوانة اللي بعدها، ورايح على الايه؟ على الاسطوانة اللي بعدها. وعندك الهوز كونكشن ده مسؤول عن تبجير الاسطوانة اللي بعدها دي، مسؤول عن تبجير الاسطوانة باستخدام الميكانيكال سولونويد بالب. يعني فيها لها بالب هنا، خلي بالك الاسطوانات دي، الاسطوانات اللي موجودة دي عليها ما يسمى بالسلندر هيد، بس الماستر سلندر اللي موجودة هنا سعرها لما بتيجي تشتريها، وهنشوف البي كيو دلوقتي ونشوف جداول الكميات اللي بتكون جاية بنظام الاطفاء الغازات شكلها عامل ازاي. الماستر دايما بيكون غير الايه؟ غير السليف التابعه ليها. ليه يا باشمهندس؟ لان السولونويد فالف الكهربي ده ثمنه اغلى من السولونويد فالف الميكانيكي اللي موجود على راس الاسطوانه ده. لو بصيت كده هتلاقي ان كل اسطوانه بيخرج منها ايه؟ وصلتين. الوصله الاولى من الاسطوانه الاساسيه للاسطوانه اللي بعدها، الوصله الثانيه لو جيت بصيت في الاسطوانه الثالثه دي، عايزك تركز الاسطوانه الثالثه. بص كده كل واحدة مسلمة التانية. بص الأخيرة بقى دي، هو في شايف مهنك خالص عندي، أنا معرفش ليه مهنك بالشكل ده. انا بحاول اوقف بس للاسف الكمبيوتر شكله معلق. طيب انا كان قصدي ان الاسطوانات اللي شفتوها دلوقتي دي عباره عن نوعين من الاسطوانات، عباره عن نوعين من الاسطوانات، نوع اساسي ونوع احتياطي، او بيسموه الماستر والسليف، التابع والاساسي. خلاص ارجع اوقف الشير ونكمل تاني، نكمل تاني مع بعض عند بس الكاميرا. طيب يبقى انا كل اللي كنت وريته لك في الفيديو ان انت شفت المكونات الميكانيكيه والمكونات الايه؟ الكهربائيه. السؤال بقى كيف يتم الربط ما بين الميكانيكا والكهرباء، او بيسموها الثيوري اوف فورك، او الحاجه الثالثه السيكونس اوبريشن لعمليه تشغيل انظمه الاطفاء بالغازات. السيكونس اوبريشن بيديك كالتالي، اول حاجه خالص، اول حاجه بتحصل بيجي في عندي فيرست سيجنال او بيسموها فيرست الارم من السموك ديتكتور. بيحصل عندك السموك ديتكتور حساس، بيحصل فيه دخان. مش احنا متفقين انا وانتم واتكلمنا من البدايه ان الحريق بيحصل ازاي؟ مين يقول الحريق بيحصل ازاي او مراحل تدرج الحريق؟ ايوه سموك، بعد كده هيت، بعد كده فليم. تمام. بما ان الحريق بيحصل بالسموك والهيت والفريم، فاحنا برضو لما نيجي ناخد الاشاره ونفعل نظام الاطفاء بالغازات يبقى لازم احط سموك وبعدين هيت. يبقى الاشاره اللي بتيجي من السموك وتروح لمين؟ على اللوحه.
فاللوحه تترجمها وتطلعها في صوره اشاره بحاجه اسمها الفيرست الارم او بيسموها البرايمري الارم. بعدين بيجي الاشاره الثانيه. بتيجي الاشاره الثانيه منين؟ من الهيت. فاللوحه برضو بتاخدها وتترجمها توديها لمين؟ للالارم. نفس الكلام، وبتقعد فتره زمنيه بتستناها لما السكند الارم بيجي. السكند الارم لما بيجي ويتفعل بيستمر حاجه اسمها ديلي تايم. اسمها ايه يا باشمهندس؟ ديلي تايم. الديلي تايم ده مسؤول عن عمليه الاخلاء داخل المكان او عمليه الكشف هل فعلا ده حريقه ولا بيسموها فولت الارم. فالسموك والهيت لما بيشتغلوا مع بعض، البرايمري بيجي وبعدين السكندري الارم بيجي، السكندري الارم بعده 30 ثانيه بيتظبط في اللوحه، تقدر تخليه 30 60 90 120، تقدر تخلي الديلي تايم بالشكل ده حسب كل مكان ومفروض الايفاكيوشن يحصل في بعد قد ايه. فال 30 ثانيه هي اقل زمن يجب انك تتركه من السكندري الارم الى تشغيل الايه؟ النظام. ال 30 ثانيه بعد ما بيخلصوا على طول في اشاره كهربيه بتطلع منين؟ من اللوحه بفولت وامبير على السولونويد فالف اللي احنا شفناه، فيبدا عمليه التفريغ وخروج الغاز. وفي نفس الوقت في اشاره بتروح لحاجه اسمها الاستروب السرينه، فاصبح الصوت بالنسبه لك صوت صوتي وصوت ضوئي الاثنين مع بعض. ايه فايده السرينه؟ من ضمن الحاجات اللي عرفتها ان ربنا يشفي مرضى المسلمين ويعافينا، ان اي حد ما بيشوفش السرينه ديت بتعمل عمليه ايه؟ موجات، فبتقول له ان في حريقه موجوده في المكان ده عشان لو ما بيسمعش او حاجه زي كده. يبقى احنا كده متفقين مع بعض ان في عندي مكونات رئيسيه ميكانيكيه ومكونات رئيسيه كهربيه. فكره عمل الميكانيكال او فكره عمل الالكتريكال ان هما بيتداخلوا مع بعض. لو جيت قلت لك السيكونس اوبريشن رتبها تاني كده: سموك ديتكتور فيرست الارم، بعد كده هيت ديتكتور سكند الارم، بعد كده 30 سكند ديت ديلي تايم فور ايفاكيويشن، بعدين في حاجه اسمها كونتينوس الارم ويز الارم بيل، دي اللي احنا هنقولها او هنشوفها في الفيديو دلوقتي، بعد كده للايه؟ جاز ريليس، اخر حاجه بنسميها كلين للروم، عمليه تنظيف الغرفه بعد عمليه تفريغ الايه؟ الغازات. خلي بالك انا لسه ما اتكلمتش على مواصفات الاف ام او السي او 2 او النوفيك او الايروسول، انا بكلمك ان جنرال. احنا اتفقنا مع بعض ان احنا لما بنيجي نبني خطوه خطوه، لازم تعرف السيستمز كلها بتتكون من ايه، وبعدين ندخل بقى سبيسيفايد لكل نظام. فانت اصبر علينا دلوقتي، بعد خمس دقائق هنعرف مواصفات الاف ام 200 ومواصفات النوفيك ومواصفات السي او 2 ومواصفات الايه؟ الايروسول. الايروسول بالمناسبه هيكون بكره، احنا النهارده كل كلامنا هيبقى خاص بالايه؟ بالغازات. واضح كده لكل المهندسين؟ في حد تايه؟ في حد مش فاهم حاجه؟ في حد مش عارف احنا بنقول ايه؟ احنا كلامنا كله عن الغازات ميكانيكال والكتريكال، واربط بينهم واعرف خطوات التشغيل ايه. في بقى بعض المواصفات وبعض الكلمات الدش كده لازم نقولها، سواء كان مواصفات واختبار وتسليم وكيفيه التصميم، كل ده هنتكلم عليه، وحساب كميه الغاز للسي او 2 والاف ام والنوبك، كل ده هيبقى موجود معانا. لكن كبدايه كان لازم نعرف الاول احنا داخلين على نظام جديد، نظام جديد اسمه الغازات، يجب ان انت تفهمه وتعرفه كويس قوي عشان اللي اشتغل ميه يشتغل غازات، واللي اشتغل غازات يشتغل ميه، واللي اشتغل مضخات يشتغل الكل، يبقى انت كده معاك الانظمه كلها. تمام؟ طيب. البايلوت سلندر هندسه هي اللي بتفرغ وبيخرج منها النيتروجين لما بيكون عندنا عدد سولارات كتير، فبدل ما يكون عندي سولونويد بالب واحد وبعد كده يكون في بيسموها ديلي تايم، فاحنا بنعملها ونخرج منها الحاجات دي. طيب المهندس سال سؤال مهم جدا، خلي بالك بقى، خلي بالك. السيكونس اوبريشن سموك هيت 30 سكند جاز ريليز ستروب كونتينوس الارم بيل، بعد كده عمليه الايه؟ الريليز التنظيف. طب تعال ندي افتراضين، تعال ندي ايه؟ افتراضين. وهرسم لك حاجه هنا.
حد في الويتنج؟ في حد في الويتنج. ماشي ماشي. كل اللي في الويتنج خلاص قابلناه يا شباب. انا مش عارف انا موضوع الويتنج ده ايه. بص يا باشمهندسين، وانا مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكي، بس علمونا كده زمايلنا مهندسين الكهرباء والناس اللي شغاله في الانذار الكلام اللي هقوله لك دلوقتي ده، خلاص؟ فانا عايزك تفهمه كويس قوي، لانه هيخدم عليك في شغلك كله، وانت بتسلم، وانت بتورد، وانت بتبيع، وانت بتشتغل كمقاول، كل ده هيفيدك في اللي انا هقوله لك دلوقتي، ماشي؟ انت عندك اللوحه بيدخل عليها خط جاي من السموك، وخط تاني جاي من الهيت، خلاص؟ وبيدخل عليها المانيوال، وبيدخل عليها الابورد. ركز معايا يا باشمهندس، مانيوال ريليس والابورد بيدخلوا على اللوحه. وفي اللوحه الجديده اوريها لك النهارده، الحاجات الجديده دلوقتي، بيخلوا المانيوال ريليس في لوحه الاكستنجيوشن او لوحه الاطفاء المخصصه للاطفاء، بيخلي المانيوال ريليس بيلت ان جوه اللوحه، وهوريك شكله. يبقى اللوحه بيدخل لها ده، بيدخل لها ده، بيدخل لها ده، بيخرج منها ايه بقى؟ بص كده، بيخرج منها ايه؟ بيخرج منها الارم بيل، وبيخرج منها ستروب، خلاص؟ يبقى الارم بيل وستروب، وبيخرج منها برضو هنا ايه؟ سولونويد فالف، خلاص؟ ادي اللوحه، ادي الايه؟ من قبل مين؟ بس ليفل مهندس ده، يبقى ادي اللوحه مكوناتها، شفت؟ سموك، هيت، مانيوال الار، ستروب، بيل، سولونويد فالف. دي لوحه الكنترول، او بيسموها الاكستنجيوشن او الريليز بانل. ريليز بانل، خلاص؟ طيب، هو السؤال اللي انا عايز اقوله، فائده الحاجات دي احنا شرحناها، لكن في عندك جزئين مهمين قوي عايزك تاخد بالك منهم، الابورت والمانيوال. لو سعادتك رحت ولقيت الغرفه بتولع وفيها حريق واللي سموك والهيت عطلانين، مش حاسين باللي بيحصل؟ في الحاله ديت الناس اللي قالت في الكود وصممت الغازات قالت انك انت تقدر تعمل عمليه اطفاء يدوي، يعني تعمل تشغيل يدوي، فبيخرج من اللوحه سيجنال دايركت، لما بتدوس على المانيوال ده يطلع منها اشاره على السولونويد فالف، وبيحصل عمليه الايه؟ التفريغ، وبيحصل عمليه التفريغ. انا مش عايزك بقى تاخد كورس فاير فايتنج في اي حته ويقعد يقول لك اصل السولونويد فالف بيخرج 3 امبير و12 فولت و2 امبير. ما تحفظش، كل شركه وكل مورد وكل فيندور بيبقى فيه المانيوال بتاعه، المانيوال بتاع كل شركه بيبقى السولونويد فالف موجود عليه، بيقول لك الداتا انبوت بتاعته الالكتريكال بياخد كام امبير وكام فولت، متفقين؟ بس انا فهمتك ان في حاجه اسمها سولونويد فالف، فبدل ما اقول رقم وتروح تلاقيه في كتالوج رقم تاني ودماغك تلف، لا انا بستسلمك، بقول لك ان السولونويد فالف ده بتلاقيه موجود من ضمن الداتا شيت الخاصه بشركات التوريد، وفيها حاجه اسمها الالكتريكال داتا انبوت، يعني بيقول لك الدخل عليها كام امبير وكام فولت. واضح؟ واضح يا باشمهندسين؟ بس طيب، يبقى دي اللوحه اللي المدخلات بتاعتها. لو انت لقيت المكان بيحصل فيه فاير ومفيش استجابه من السموك والهيت والسيستم ما اشتغلش، تقدر تشغله ايه؟ مانيوال. وفي بعض الشركات، بص بقى كده، من الموردين سواء كان فايكنج، وانا هقول لك الفيندرز كلها بس اشهرهم فايكنج، خلت ميزه من ضمن ميزات الاسطوانه نفسها، الاسطوانه
اللي انا رسمتها دلوقتي دي في الاف ام او اللوبك ان هي تفرغ يدوي، يعني مش محتاجه سيستم كهربي. بس دي مش 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 حاجه موجوده في كل فيندرز، ده هم عاملينها ك كمور سيفتي ليهم لشركتهم وبفلوس. يعني المودلز او الكاتيجوريز بتاع الاسطوانات دي هم عاملينها عشان يكسبوا من وراها فلوس، ان دي حاجه اوبشنال. لكن الاسطوانات العاديه اللي في اللي في كل الموردين المانيوال بتاعها من خلال مين؟ الجلوحه. خلاص خلاص يا شباب. طيب الابورت بقى، الابورت سويتش، حضرتك رحت لقيت فيه جرس شغال موجود في قلب الايه، موجود في قلب الغرفه، جرس فيه الارم بيطلع من اللوحه للالارم بيل، وده بيسموه جرس اولي. الجرس الاولي خلي بالك ما بيشتغلش غير لما يكون في حاجه اسمها دبل نوك. يعني ايه دبل نوك؟ يعني السموك مع الهيت. لو السموك مع الهيت هيفرغ ويطلع غاز، لكن طول ما هي اشاره واحده جايه من السموك معنى كده ان في اما فولس الارم يا اما في غبار يا اما في يعني في مشكله في السيستم، مش مشكله حريق. فاوعى تتخض وتروح تعمل اي حاجه في اللوحه فتفرغ الغاز. انت تبص على المكان، المكان ستيبل مفيش فيه اي مشكله، تروح على الابورت سويتش دي وتضغط وتفعله. الابورت سويتش يعني ايه؟ ايقاف السيستم يدوي. يبقى المانيوال، المانيوال تشغيل السيستم يدوي، والابورت ايقاف السيستم يدوي. واضحه دي؟ شوف اللي بعدها. تمام. في حاجه حلوه، انا الاستفسارات الحلوه لازم ما ينفعش اعديها. استفسارات سبق الاوانها او لسه ما قلتهاش او جايه في الطريق بعمل نفسي مش شايف. هو اللوحه دلوقتي دي، اللوحه دي ما جاش حد خطر في باله ان اللوحه دي وارد جدا الكهرباء تفصل؟ فاذا انفصل او انقطع التيار الكهربي ومصدر الكهرباء المتوصله عليها، فجميع اللوحات موجود جواها ويجب ان يتوفر فيها بطاريتين، واحده اساسي وواحده احتياطي، متوصلين ويشغلوا الايه؟ السيستم. تاني، اذا حصل انقطاع للتيار الكهربي فالبطاريتين موجودين بشكل دائم متوصلين على الشبكه او متوصلين على اللوحه جوه، بيبقى جوه اللوحه يسموها تو باتري. التو باتريز اللي جوه دول مسؤولين ان يفضل اللوحه والسيستم بتاعك اكتف وشغال في حاله انقطاع التيار الكهربي، ممكن يوصل لغايه كمان اللي انا اعرفه يعني يوصل لغايه 48 ساعه حسب مواصفات البطاريه. فبرضه ما اجيش اقول لك 48 تروح تلاقيها 24، حسب نوع البطاريه. في بطاريه ب 15 ريال عندنا هنا، يعني البطاريه الواحده ب 15، وفي بطاريه ثانيه ب 150 ريال حسب الايه القدره الاستيعابيه او مده الامبير والفولت اللي طالع منها. خلاص؟ تمام. اي اسئله بره الحاجات اللي لسه قلناها ولسه جايه في الطريق فهي مش موجوده. اوكي. نكمل يا شباب، نكمل. احنا يا شباب الناس في ممكن ناس لسه جديده معانا، احنا ما بنجاوبش على اي اسئله خارجه عن اللي فات. لو في حاجه مش فاهمها اسال فيها. طول ما انا اللي فات ده عدى ولسه مفيش حاجه جديده قلناها يبقى خلاص خلينا بس ماشيين بالترتيب عشان ما نتشعبش. اوكي يا شباب؟ دلوقتي احنا دورنا هنفتح نعمل ايه؟ عايزين نشوف نظام الاطفاء بالاف ام 200 كيف يتم عمليه التشغيل، بيسموها الايه؟ سيكونس اوبريشن. تمام؟ انا مش عارف يا جماعه الخير، يا ريت ما نكتبش على البورد، يا ريت يا جماعه. انا زي ما في وقت للاسئله في وقت للشرح، خلي الوقت الشرح كله لغايه ما اخلص وبعدين الاسئله مفتوحه للكل. انما بالطريقه دي كله بيكتب، كله انتوا بتكلموا نفسكم، انت بتكلم نفسك، يعني كل اللي بيكتب دلوقتي هو بيكلم نفسه. وانا يعز عليا الاقي استفسارات وحاجات مهمه ما بجاوبش عليها، بس احنا ماشيين على نظام الاول المحاضره. خلص شرح اسال زي ما انت عايز. دلوقتي احنا عندنا الشكل ده. M200 فيديو
انتوا شايفين الشاشة عندي كده يا شباب؟ كله شايف الشاشة كده عندي ولا؟ طيب هنا الارم الارم وده ستروب، الارم وستروب. هتشوفوا دلوقتي في الصوره اهو اللي كان بيسال، ادي الالارم. الله يجزيك خير يا مهندس اسامه. ما هي المشكله ان الاسئله كتير ممكن تضيع واحد بيتاخد في الرجلين، عارف انت الناس اللي هي بتكون ماشي في طريق زحمه وبتلاقي كله بيجري، ده يعني واحد شاط في الرجلين. فيا جماعه الخير، يا جماعه الخير، احنا عايزين نخلي الاسئله في الحاجات اللي اتشرحت عشان نسيب فرصه للي مش فاهم او مش واضح له معلومه يسال فيه بالراحه بس كده. وكل الناس زي ما بيقولوا كده، كل الفراوده والناس اللي هي عندها اسئله في التخصص هنجاوبها كلها ان شاء الله. بس عشان اللي بيسال دلوقتي، احنا ظلمنا واحد، انا بقول مش هرد على حد، مش هجاوب على حد. طلع في واحد بيسال على حاجه هنا في السبوره هنا اللي موجوده، فالمهندس اسامه جاوبه والله يكرمك. فكده الاخ اتمنى ان يكون الاجابه واضحه. وادي كمان اجابه كمان بالصوره والفيديو، ادي حاجه اسمها الالارم بيل. الالارم بيل اهو، وده بيسموه انذار صوتي، والتاني اسمه انذار مرئي اللي هو الاستروب او السرير. ركز معايا. اللي في الصورة باين قدامنا اهو، اللي في الصورة عندي السموك، وادي النوزل، واخر حاجة خالص الايه؟ الهيت. الناس اللي مركزة خلي بالك، عايزك تسمع صوت التون، تون او النغمه بتاعت الانذار، هيبان لك قوي 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 الفرق اللي هيبان ما بين البرايمري الارم والسكندري الارم، هيبان لك فرق كبير جدا. ركز معايا. كل ده في الاشاره الاولى. تمام يا مهندس محمد. كله لاحظ الاشاره الثانيه ايه اللي حصل فيها. الاشاره الثانيه اللي جت من السموك او جت من الهيت، انا اسف، هتلاقي ان التون بتاعت الجرس بقت اسرع. خلاص، عايزك تبص على الثواني اللي تحت، بص على الثواني وشوف كام ثانيه. انا هرجع تاني وشوف الجرس ضرب امتى، الجرس الثاني اللي هو السكند تيون دي ظهرت امتى، وشوف هتقعد كام ثانيه. وكله يركز. ثواني بقى كده عشان انا عايز اقف في الحته دي. بص يا شباب، بص اللي هيحصل، بص اللي هيحصل بقى في السولونويد. شايف دي كده؟ لا، هو لو فرغ يبقى خراب بيوت، هو مش هيفرغ، هو ما ينفعش يفرغ، هو بس بيعمل اختبار تجريبي، وهقول لك على الاختبارات بتتم ازاي، لان يعني ما ينفعش يفرغ،
لو الاسطوانه فرمت يا باشا ده خراب بيوت، واخد بالك؟ قال لك اهو، قال لك هات نعمل لها تعبئه. تاجر هرجع تاني معلش، وهنتكلم على حاجه مهمه. بص كده على سولونيت بالك، بص كده سولونيت غاطس اهو، ده السبرينج غاطسه لتحت، بص هتطلع ازاي؟ اهي كله كده لاحظ عمليه خروج الايه؟ دي العمليه اللي بتخلي الغاز يخرج من ايه؟ من الاسوار. وادي اللوحه، وادي الجرس سرينه مع الصوت، خلاص؟ سرينه مع الصوت، وادي الجرس المرئي والجرس الايه؟ الصوت. كده احنا شفنا السيستم بيشتغل ازاي؟ بيتسلم ازاي؟ بيعمل عمليه الاختبار بتاعته ازاي؟ الكلام ده بيطبق على فكره للسي او 2 والاف ام والنوبك والايروسول وكل انظمه الغازات كلها، كلها في الاختبار بتتم بالطريقه دي. ماشي؟ خلاص يا باشمهندسين، واصله كده؟ نخش على جزئيه جديده. خلاص ندخل على جزئيه جديده، بس قبل ما اخش خلينا نقفل الشير.